مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من امام الملعب الكبير لأكادير، ملعب ادرار بطبيعه الحال، اللي غادي يشهد بعد لحظات مباراه حسنيه أكادير والفتح الرباطي برسم البطوله الوطنيه الاحترافيه لكره القدم. تعزيزات امنيه كبيره تشهدها في هذه الاثناء الساحه المحاذيه للملعب. كما كتشوفوا اسطول كبير من رجال الامن بطبيعه الحال في هذه الاثناء من اجل تامين يعني هذا النزال الكروي الهام بطبيعه الحال اللي غادي يجمع الحسنيه وممثل الرباط بطبيعه الحال. تعزيزات امنيه كبيره في هذه اللحظات كما كتشوفوا معنا على المباشر، فغادي نحاولوا ان نرصدوا لكم يعني الاجواء هنا بمحاذاة الملعب ساعة قبل انطلاق هذا اللقاء الكروي الهام. كما كتشوفوا إخواني الكرام يعني أسطول من رجال القوات المساعدة وأيضا رجال الأمن من أجل تأمين هذا اللقاء ومن أجل أيضا استتباب الأمن وتوفير الظروف الملائمة لنجاح هذا العرس الكروي، خاصة وأن هذا العرس الكروي يقام بطبيعة الحال يعني تزامنا مع شهر رمضان شهر العبادة والغفران. كما كتشوفوا يعني مجموعة من العناصر الأمنية من أجل تأمين هذا اللقاء الكروي الهام كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال. فتعزيزات أمنية كبيرة جدا وحراسة أمنية مشددة بكل بوابة الملعب من أجل تأمين هذا اللقاء ومن أجل أيضا أن تمر يعني الأجواء ديال هذا اللقاء في أحسن الظروف المواتية. كما كتشوفوا يعني مختلف العناصر الأمنية متواجدة في هذه اللحظات أمام الملعب من قوات مساعدة وأيضا من عناصر التدخل السريع وأيضا من عناصر الشرطة ومختلف يعني الرتب الأمنية حاضرة من أجل تأمين هذا اللقاء الهام اللي كيندرج يعني ضمن البطولة الوطنية كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال. فتحية لكل العناصر الأمنية، تحية أيضا لكل عناصر القوات المساعدة وأيضا لكل الصاهرين على الأمن العام بداخل الملعب أو خارج الملعب. فالأجواء عادية جدا هنا وبطبيعة الحال يعني هذا اللقاء يأتي في خضم يعني مجموعة من التقلبات التي تعرفها سفينة حسنية أكادير، خاصة في ظل يعني الإضراب اللي قادوا اللاعبين يعني قبل أسبوع وتلاه أيضا استئناف التدريب ثم أيضا الاستعداد من أجل عقد الجامع العام لحسنية أكادير. لكن يعني في هذه اللحظات ربما هناك خبر بأن هناك لائحة توافقية من أجل تأجيل الجامع العام وأيضا من أجل أن الحسنية تؤجل الجامع العام إلى وقت لاحق، وبطبيعة الحال يعني عوض أن تكون هناك لائحتين من أجل الترشح لرئاسة فريق حسنية أكادير، فتم الاتفاق على إنشاء لائحة واحدة توافقية تضم سواء العناصر الموالية لأمين دور وأيضا العناصر الموالية لسيدينو، ووكيل اللائحة بطبيعة الحال هو الحبيب سيدينو، وبالتالي فالحسنية تسير إلى ولاية ثالثة للحبيب سيدينو لترأس فريق حسنية أكادير. كما كتشوفوا في هذه الأثناء يعني مختلف التعزيزات الأمنية حاضرة هنا أمام بوابة الملعب من أجل تأمين كما قلت هذه المباراة الهامة اللي تندرج ضمن البطولة الوطنية الاحترافية، خاصة وأن هذا اللقاء يأتي يعني في خضم مجموعة من الظروف، خاصة وأن الفتح الرباطي قبل أسبوعين قام يعني بإقصاء فريق حسنية أكادير وفاز عليه هنا بعقر دار الغزل السوسية ب3-1، وبالتالي الحسنية تغادر كأس العرش. واليوم اللقاء من أجل الطائر، من أجل الانتقام، من أجل إثبات الذات، ومن أجل أيضا الهروب من يعني المنطقة المكهربة بطبيعة الحال. كنعرفوا بأن فريق حسنية أكادير يعني كيتواجد يعني في واحد المرتبة غير مشرفة، مرتبة اللي ربما
لا أحد تشرف هذه المرتبة، وأيضا الكل يمني بأن تحقق الغزالة السوسية 3 نقاط من أجل الارتقاء في سبورة الترتيب، ومن أجل الابتعاد أكثر من المناطق المؤدية إلى القسم الوطني الثاني. كما تلاحظون يعني الآن يتم توزيع المهام على العناصر الأمنية من أجل استتباب هذا يعني التغطية الأمنية لهذا اللقاء بطبيعة الحال، لأن كنا كنعرفوا بأن يعني الأجواء الرمضانية ربما الجماهير ستأتي بكثرة، وستكون بطبيعة الحال يعني العناصر الأمنية مطالبة يعني بتأمين كل بوابات الملعب. وبطبيعة الحال كنتمنوا أيضا أن مختلف الجماهير الرياضية اللي غادي تحضر هذا العرس الكروي باش أنهم يتحلوا يعني بالروح الرياضية من أجل إنجاح هذا اللقاء، ومن أجل أن يخرج هذا اللقاء بدون أي أعمال شغب أو أي شيء من هذا القبيل. بطبيعة الحال ربما المقابلة ديال كأس العرش اللي كانت قد جمعت بين فريق الغزالة السوسي وأيضا فريق حسني الفتح الرباطي كانت قد انتهت بأحداث شغب وأحداث غير مشرفة بتاتا، لعصفت مجموعة من الجماهير وأودت إلى توقيفهم، وبالتالي فيتابعون من أجل إثارة الشغب ومن أجل تكسير ممتلكات الغير وإلحاق أضرار وخسائر بملك الغير، وايضا رشق العناصر الامنيه بالحجاره. وهذا الشيء صراحه كنتمناو اننا ما نبقاش نشوفوا مثل هذا يعني التصرفات اللي ربما يمكن ان نصفها بتصرفات صبيانيه، تصرفات طائشه، تصرفات لا تمت للرياضه باي صله. فالرياضه قبل كل شيء هي روح رياضيه، هي تسامح، هي اخلاق، هي تربيه، هي يعني مجموعه من الاشياء اللي كنتمناو باش اننا ما نبقاوش نشوفوها في الملاعب الكرويه. هكذا اذا اخواني الكرام هي الاجواء هنا امام بوابه الملعب، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، وبطبيعه الحال سنقول لكم الاجواء داخل الملعب ان شاء الله بعد لحظات. الى الملتقى.